يا رئيس الجمعيه ديال الباسكيت افاق طمسنا ورئيس فيدراليه المجتمع المدني يعني تدخل على الخط بخصوص قطاع النظافه بمدينه طمسنا. علاش السي نور الطيب؟ اولا شنو علاش نشكرك على هذه المحاضره باش ان الرساله ديال توصل بانك كنشكركم نتوما كفعاليات المجتمع المدني بخصوص حي يعني حي النجاح حي النجاح الضحى. حي النجاح الضحى الحاصل مرعام يعني تمسنا بصفه عامه ربما المهم باش نعطيك النقطه الاساسيه باش بدينا كان واحد لقاء تواصلي الاول في دار القصبه مع رئيس الدائره مع فاعل الجمعويين والجمعويات والمجتمع المدني باسره والمؤسسه التعليميه وجمعيه الاباء باش نشوفوا واحد الحل لا سوليسيون كيفاش ندبروا الامور. خليك ندير واحد التقديم بعدا. اذا مشاهدينا الكرام ومباشره من حي النجاح مسمى بالضحى مدينه طمسنا اليوم كنشوفوا الفعاليات المجتمع المدني كتدخل على الخط بخصوص قطاع النظافه. قطاع النظافه اللي كيعيش واحد الكارثه مزريه بمدينه طمسنا. قطاع النظافه للشركه الوصيه على قطاع النظافه او المسؤولين على قطاع النظافه ربما ما كيديروش خدمتهم، ولكن ما غنقولوش العمال. شركه بطبيعه الحال طاحت في واحد ازمه، العمال مشكورين نتاع رجال النظافه من طنجه حتى للويره ما كنطيحوش منهم، ولكن اليوم كنشوفوا رغم الشكايات رغم المشاكل اللي كتعاني منها الساكنه ديال مدينه طمسنا بخصوص قطاع النظافه، اليوم كنشوفوا الفعاليات المجتمع المدني اللي غادي تدخل على الخط. كيتواجد معنا سي نور الدين غني على التعريف. سي نور الدين فاعل جمعوي، زيد شويه سي نور الدين تبارك الله. سي نور الدين طويل كدير الباسكيت، انت استاذ الباسكيت وطويل عليا هبط عندي شي شويه. سي نور الدين لا انت لا سي عبد الرحمن ياك شي صندوق جيبوا لنا شي شويه مع السي نور الدين رئيس الجمعيه ديال الباسكيت افاق طمسنا ورئيس فيدراليه كذلك وعنده الغيره. عندكم الغيره على المدينه وكاملين غنى الغيره على المدينه، بغينا هذه المدينه تولي من احسن المدن. كنهضروا حيت عندنا الغيره على هذه المدينه كانت يعني كبرنا فيها مدينه ملكيه يعني حتى انتقادات البناء، ولكن بعض المسؤولين الله يهديهم بعض المسؤولين كيتحابهم راه حنا كنتهموهم، ولكن حنا راه هذا انتقاد بناء كنقول ليه راه نوض تخدم، راه كاين مشاكل في المدينه نوض عاون الساكنه نوض عاون الناس ديال المدينه. سي نور الدين اشنو هذه المبادره هذه؟ تفضل. السلام عليكم. اجل الملالي عيط الملالي. معكم السيد نور الدين كان فاعل جمعوي. على ذكر بان اليوم حنا خدامين بلا كاسكيت. كاسكيطه ديال طمسنا مدينه طمسنا نظافه طمسنا. ما كاينش شي كاسكيطه ديال لا ما كاينش كاسكيطه خويا انتخابات ولا والو ما كاينش الحمد لله. فعاليات المجتمع المدني دونك باش نجيو نبداو بان كان لقاء التشاوري الاول مع رئيس الدائره ورئاس الدائرات الاولى والثانيه القائدين مع الفاعل الجمعوي وكذا، ومن بعد دارت واحد لقاء تشاوري مع رئيس الجماعه ورئيس الدائره بحضور المجتمع المدني الفاعل الجمعوي بخصوص ايش؟ بخصوص النظافه في المدينه. النظافه اللي كنا كنهضر عليها بخصوص هذا عبد ربي هذا اللي كنت كنهضر عليها مرارا وتكرارا. دونك حنا بقلب ما لقينا ان عرفنا بان الشركه عندها يعني مشاكل في التدبير والتسيير، بقمه جات على لسان انهم المده باش كانت عقد الشراكه ماشي هي المده حاليا بكثره السكان. ان حتى الفاعل الجمعوي والجمعيات المجتمع المدني حتى هما راه شريكين في نظافه المدينه، ولكن شريكين خصهم يكونوا كيتخلصوا. لا راه التدبير ديال الشركه راه كتاخذ اموال طائله، خص تكون يعني تكون شريك لشركه نظافه يعني يكونوا شركاء. اليوم انتم كفعاليات المجتمع المدني هاد المبادره اللي قمتوا بها واش كاينه شركه حاضره هي والجماعه ولا لا؟ لا فعلا الشركه ولكن الجماعه كانت حاضره وكان رئيس الدائره والقياد ديال الدوائر يعني مشكورين بزاف لانهم تحت بان درنا هذه المبادره درنا تحت اشراف السلطات المحليه بتمسنا وجماعه تحيا زعير. دونك حنا المهم الهدف ديالنا هو التوعيه والتحسيس وعمليه المواطنين والمواطنات عمليه النظافه، لان ما ننساش بان راه الشريك الاول في الاوساخ المدينه راه هو المجتمع المدني بصفه عامه المواطن. كنلقاو بان لجيت تشوف داخل المجموعات وحده
العمارات جرادي محصورين في وحشاك الزبل بحال البركاسه، جيت للدكاكين، الناس اللي مستغلين الاساس مستغلين سميتو السكن الشقق السفلي اللي حتى هما بحال الارواد بحال اللي حتى هما راه كيساهموا في النظافه، بان اغلبيه الوليدات اللي كيجي للحانوت كيجي. دونك حنا درنا واحد العمليه اللي هي الحمد لله اللي وافقوا عليها للسلطات للجامعه، درنا اشراك المؤسسه التعليميه والجمعيه الاباء لانهم التواصل الاساسي مع الاباء والامهات الاولياء ديال التلاميذ باش نمشيو هاد القافله ديال النظافه. وهاد النظافه ماشي محصوره اليوم، ولكن لجي تقرا كل ذلك كل يوم احد، يعني اليوم نظفنا هاد الحي وخرجنا ب 15، لحد الجاي غنخرجوا ب 20 30 الى حتى ان شاء الله المدينه تكون، ولكن لا نقصنا حنا من العمليه ديال التحسيس وقدينا المجتمع المدني، ربما غادي نوصلوا للحل. حتى الشركه ملي غادي تجي غتكون حتى هي مساهمه يعني واحد 90% 80% في نظافه المدينه. ماشي حتى الشركه ملي غادي تجي، راه الشركه خصها تجي، لازم عليها تجي دير معاكم شراكه معاكم. علاش توجد لكم غير الاليات بعد على الاقل؟ نعم. اللوجيستيك واش ولا لا؟ يعني خص تكون حاضره معاكم. دونك حنا حيت كتساعدوها. نعم. دونك حنا خدمنا كاوليين ما هو ذاتي، والجامعه عاونتنا بعض اللوجيستيك ولي بلاستيك ولي غون. دونك ان شاء الله حنا تقسمنا على اربعه اجزاء، اللي هو الجزء الاول هو الاصيل وماريناضور والضحى، الجزء الثاني هو النور واحد والنور جوج، الجزء الثالث هو الامال مع سيدي حيا والتوحيد، والجزء الرابع هو جدان المنصور. وان كل فاعل جمعوي كينتمي لهذاك الحي راه حتى هو مسؤول، فهمتيني، مسؤول عن النظافه. اسمح لي سي نور الدين، يعني غادي نقاطعك بخصوص يعني الازقه، واش نتوما غادي تدخلوا الازقه ولا غير الشوارع الرئيسيه؟ حيت كاين عندنا اشكال مدينه تمسنا، كاين اشكال ديال الازقه، راه الشوارع راه كنلقاو الاغلبيه ديالهم نقي. لما جانا في اللقاء الاول اللي كان مع رئيس الدائره والمدير العمران سي زيدوح، قال لك بان الشوارع اللي هما شارع يعني برانسيبال عفوا تابع الرئيسي تابع العمران، وداخل الازقه والاحياء اللي تابعه للجامعه. دونك حنا حد الان مدينه راك عارفه مدينه جديده كما قلتي، مدينه نموذجيه، حنا من نهار الاول تصورنا مدينه نموذجيه، ولكن ملي تكب عليها، ولكن ماشي بهذا التصور هذا، ولكن ملي تكب عليها حتى فعلا، ولكن ملي تكب عليها المجتمع المدني بكثره وتزدت عليها، حنا كنشوفوا لا زون اندستريال كيفاش داير، حنا كنشوفوا السي ام سي مثلا الحمد لله تحسن. مازال بلاتي نكمل لك على واحد المساله، مازال هاد سميتو ديال اندستريال مازال غادي نطرقوا لذاك الموضوع، حيت هذاك اشكال كبير، هذاك راه هو اللي خصو يساهم في الاقتصاد ديال المدينه. دونك حنا الحمد لله، علاش؟ راه ما تنساش، راه السلطات، راه الجامعات، الا ما نضوش المجتمع المدني والجمعيات الفاعل المجتمع المدني اليد في اليد. راه توصيه ديال جلاله الملك، توصيه ديال جلاله الملك، الشركاء المؤسساتيه مع خلينا نهضروا سي نور الدين، هذه راه توصيات ديال جلاله الملك، توصيات الشركاء المؤسسات مع المجتمع المدني. راه الا ما كانش الشركاء مع المجتمع المدني، ولكن بعض المرات كنشوفوا السلطات يعني في غياب تام مع الشركاء مع المجتمع المدني. دونك انا متفق معك في هذا الشيء، ولكن راه كنقولوا ديما تنعاودوها، نعم، راه بحال شديتي واحد الدار مردومه مسخوز وقتيها بالراس بقتيها وخليتي لداخل، ملي كدوز كتشم الريحه كتقول من كتجي هذه الريحه. دونك البؤره واضحه. شكرا أمر. شكرا. غندوزو عند السي عبد الرحمن فاعل جمعوي اجودان بلا ما نذكروا ذاك الصديق والزميل يعني الصحبه ديال شحال من سنه، الصحبه ديال سنين السي عبد الرحمن. لا تماما تقريبا، نوضح شحال من سنه وانت تتعرفني؟ اوه كنعرفك انا تقريبا راه غاديه لشي 98. من 98 تماما، يعني كنتي مازال كتشتغل في القطاع ديالكم. القطاع يعني ما شاء الله عليك، شكرا على هذه المجهودات اللي كديرها. شكرا. والرساله اللي بغيتي توصل كنطلبوا من المسؤولين ياخذوها بعين الاعتبار. صح. يعني هذا الشيء اللي كديروا كنت يعني انتقاد بناء. انتقاد بناء 100%، وكنشكروك على هادشي، وكنطلبوا تكون التعبئه شامله ديال يعني تمسنا ماشي ديالي بوحدي. لا لا لا، ماشي الزريبه ديالي كما كيقولوا بهذه العباره. تمسنا ديال انا كنهضر على المصلحه العامه هذا وديال الجميع. تمسنا جينا حتى حنا جينا لتمسنا وما عارفين عليها والو، ولكن ملي دخلنا حنا بدينا كنكتشفوا حوايج اخرين وما شاء الله المدينه غاديه الحمد لله، غاديه في طور. هذا هو التصور ديالنا، هذا الشيء اللي كنطمحوا حنا، وبفضل المجهودات ديال الجميع، سواء الجماعه سواء الساكنه، كنطلبوا التعبئه
الشاملة للمجتمع المدني، المجتمع مع المجتمع المدني تماما. بدون المجتمع المدني ما يمكنش تحقق حتى شي حاجة. لهذا تنطلبوا من الناس ساكنة ساكنة يديروا كل جهد ديالهم باش ان شاء الله يوصلوا هذه المدينة الأحسن ما يرى ان شاء الله. شكرا سي عبد الرحمن على توضيحك، كنشكرك. ارجع عند سي نور الدين. سي نور الدين رئيس جمعية فاعل جمعوي، بغينا غندخلوك معنا الحقوقي ان شاء الله، غتدخل معنا الجمعيات ضروري المنظمه الوطنيه لحمايه المال العام وحقوق الانسان. نور الدين، رسالتك للناس مسؤولين مدينه تمسنا. اولا انا من السكل اللي كانوا من 2009 اوائل لدابا، اللي كنا كنتلاقاو وياك 2009 كنا كنجيو على رجلينا من الرونبوا. من الرونبوا ما كان لا ترونسبور لا حوانت. كان سي عبد الرحيم الله يذكره بخير بالراكه، كنا كنتقدوا عنده. انا اللي تنطلب ماشي غير من السلطات ولا الجامعه، تنطلب حتى من المجتمع المدني. كنطلب مريض يتوحد. اليوم كنشوفوا حنا الا ما توحدناش اليوم اسمح لي قاطعتك، اليوم كنشوفوا مجتمع مدني بمدينه، بخصوص مدينه تمسنا، ما عرفناش المدن الاخرى واش كاين هادشي. يعني في مدينه تمسنا المجتمع المدني كيضرب شي كيضرب في شي، ما عرفناش علاش. انا نقول لك علاش. دابا حاليا ما تعرف بان تمسنا راه واحد المدينه اللي استقطبت مختلف الجهات في المغرب، كلها الطاقه ديالو وكلها وكيفاش التقاليد ديالو وكلها الذات ديالو العقليه ديالو. دونك حنا هاد الجمعيات الفاعل الجمعوي اللي تنعرفو انا فاعل جمعوي يوحد ما بين الجهات في الاحياء احياء ويقاد احياء وينذر واحد 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 حمله تحسيسيه يعني تطوعيه للخير لهذه المدينه. لان المسؤول الاول راه المسؤول الاول هو المجتمع المدني. راه حتى كتشوف الناس ديال الدكاكين والصناك واللي فاتحين الشقق السفليات، راه حتى هما خصهم يديروا المبادره. الا ما كانتش المبادره، انا كنشكر السلطات المحليه وكنشكر الجامعه راه كيدير واحد المجهود، ولكن اليد وحده راه ما كتصفقش. راه ما يمكنش وحده غتهز بها بزاف كلشي، راه ما يمكنش حجره تهز بيد وحده وهي ثقيله، خصنا نديروا جهد. يعني قال لك اتحاد وقوه، دونك خصنا بهذه المساهمه خصنا السلطات تعاود تزيد دعم هذه الجمعيات وتعاود تكونهم وتزيدوا كل احياء. وما كرهناش يكون عندنا واحد مركز لواء ديال البيئه في كل حي. دابا مارينا دور النجاح والضحى يكون عندنا مركز لواء تحت من السلطات وتحت الجماعه، باش اي باش ما بقاش نمشي انا حتى للجماعه. كاين واحد خاص بالصوت نقول له خويا عندنا مشكلة، عندنا مشكلة، كيدير واحد المراقبه كيوصل الميساج ديالو. يعني كملا درت هذه القضيه كما درت راه في جميع المدن المغربيه اللي كانت مؤخرا راه مشاو بهذا النطاق ونكثروا بداك لي بوبيل. كاين واحد لي بوبيل غير هما بلاستيك وبسيطين صغار وكيدير الازقه ونعطيو الاسان ديال كل جمعيه المشاو ما يتحملوا مسؤول داخل الاحياء. ربما غنوصلوا النتيجه وكنتمنى الله الخير للجميع. وكنطلب رساله الاخيره للناس جميع انهم يخرجوا الحد الجاي ان شاء الله، مازال المبادره الثانيه يخرجوا لها. يعني اول نهار اول مبادره اليوم من اليوم. وكنشكر كذلك كنتمنى لمواقع التواصل الصحافه الجريدات يخرجوا الصفحات الالكترونيه خصهم يخرجوا. راه لولاهم راه لولاهم هذه الرساله ما توصلش. بان علاش واحد راه ناعس في دارو وما سايقش اخبار بهذا اللافته وبكم انتم غيقراها يقدر يجي الحد الجاي. ونتمنى الله التوفيق وشكرا لكل من ساهم. وانا حسيت اليوم بان كاين فاعل جمعويات اللي خدامين ومجتمع مدني خدام عنده غير على المدينه وغير على الحي ديالو. ونتمنى الله التوفيق وتحياتي لكم جميعا. شكرا. ونتمنى الرساله اللي توصل. شكرا سي نور الدين. شكرا سي عبد الرحمن. شكرا على المبادره. كنشكر كذلك الفعاليات المجتمع المدني مدينه تمسنا. يعني مدينه تمسنا بصفه عامه، يعني جميع الرؤساء اللي عندهم الغيره على هذه المدينه، جميع المسؤولين اللي عندهم الغيره على هذه المدينه كنشكرهم من هذا المنبر. تحيه لكم والى لقاء لبت اخر، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.